في هذا الفيديو الذي سأخصصه لأهم مصطلحات الوحدة الأولى، طبعا الوحدة الخاصة بالبلدان. إذن راح نشوفوا هذه المصطلحات دائما نتكرر في المواضيع البكالوريات السابقة من 2012 إلى 2021. طبعا أول كلمة هي دي أغريكولتور، دي أغريكولتور بمعنى الزراعة، سينونيم فون دي لاند ويرتشافت، دي لاند ويرتشافت. طبعا إبقاكم دي لاند ويرتشافت سينونيم تاعها هي دي أغريكولتور. إذن دي لاند ويرتشافت هي دي أغريكولتور، دي أغريكولتور. طبعا نشوف الآن الكلمة الثانية، طبعا هي دائما تكون في الليغانتال، فينيغو، فينيغو بمعنى قليل، فينيغو، فينيغو طبعا كثير يعني تكون دائما في المواضيع البكالوريوس الماضية، عكسها في لودارتال غايشة يعني كثير. بيكانت زينين فون بيرونت بيدويتنت فروار، طبعا تأتي دائما في الليغانتال هي سابقا أو في أي ماضية، عكسها طبعا هويتو اليوم أو في يومنا الحالي هويتو تاغ. ثم راح نروح إلى الكلمة الموالية، فابريكان يعني مؤسسات، زمن فون أونترنيمن أو غروس جيشريبن بتريبن بغروس جيشريبن أو دافيرك بمعنى الشركات أو المؤسسات. ننتقل الآن مباشرة إلى الكلمة الموالية، ديشتروم الويديان دي فلوس، طبعا زينونيم. عندنا اخر كلمة في بكالوريا 2021 هي اتفا، يعني بتقريب او حوالي زينونيم فون سيركا او دار اون جيفير. طبعا كانت هذه اهم مصالحة الوحدة الاولى خاصة بالبلدان. طبعا اذا عندكم اي استفسار خلوه تحت الفيديو في التعليق، وما تنسوش بالشيك ورابط القناة مع زملائكم. اشكركم لحسن الاصغاء والمتابعة، والقاكم في فيديو قادم ان شاء الله.